نائب في البرلمان يقول أن عدد يعني نقاط العبور، نقاط القمارك غير الرسمية غير الشرعية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تصل إلى أكثر من 80-90 نقطة عبور. زين، وهذه تدر على من يتحكم بها. هسه منو يتحكم بها؟ ما أعتقد أنت تتحكم لو أستاذ دريد يتحكم. هسه راح أطلع لنا فد واحد، يطلعون من الأسامي، يطلعون 9 مليار دولار يطلعون بالسنة، 9 مليار دولار من هذه النقاط العبور غير الشرعية. هاي 300 نعم، 9 مليار دولار وغيرها وغيرها وغيرها. فالذي أريد أن أقوله أنه حقيقة يعني هناك يعني تدمير منظم وسرقة منظمة، وإذا استمر الحال على هالحال حقيقة يعني تعلن الدولة العراقية، تعلن إفلاسها في بطريقة من الطرق، لأن العالم ما مستعدين يوميا على قولتك مقدمين مساعدات ومقدمين جرانس ومقدمين كذا. يعني والله عيب، والله عيب، والله العراق يأخذ 120 مليون دولار لإعادة ما أدري كذا في الموصل التي خربها داعش. شنو قيمة 100 مليون دولار؟ شنو قيمة المليار دولار؟ شنو قيمة المليارين دولار؟ لحد الآن هم علنوا بعظمة لسانهم رؤساء الحكومات من السيد المالكي 2006 لحد الآن، هم قالوا يعني جمعتنا، أنا مرة جمعتنا وعرضتنا على أحد الفضائيات، يقولون فقط العقود التي أبرموها مع سيمنز وليس مع جي إي، مع سيمنز اللي هم يقولون أمريكا ما تخلينا نوقع عقود مع سيمنز بشأن الكهرباء، فقط مع سيمنز 48 مليار دولار، وحوالي 52 مليار دولار مع جي اي، يعني تقريبا 100 مليار. ولحد الان، لحد الان تعرف بالكهرباء من عندي. زين، اليوم وزارة الكهرباء رجعت يعني تعطي الغازوئيل او المازوت، زين، اللي تستخدمه المولدات الاهليه غير المسجله.